وحده القياده في الحصاد البالغ وزنها 15 طنا يتم تركيب اجزائها يدويا. هندسه الات المانيه على بعد 700 كيلومتر من لندن، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بات محسوسا هنا ايضا، خاصه بالنسبه لويني والكوت. قال لي زملاء كثيرون أنا بإمكاني الآن العودة إلى إنجلترا. هذا بالطبع مزاح ثقيل، فالمواطن البريطاني يعمل في ألمانيا منذ ربع قرن. صاحب الشركة لم يكن مرتاحا لخروج بريطانيا من الاتحاد، لأن الآلات الزراعية المنتجة هنا يتم بيعها في أماكن عديدة حول العالم ومن بينها بريطانيا. قبل الاستفتاء قرر كلاس استثمار الملايين في التسويق في بريطانيا، لكن هبوط الجنيه الاسترليني يعني ارتفاع أسعار الآلات بالنسبة للمزارعين البريطانيين، فما العمل؟ قررنا في العام الماضي السعي لزيادة المبيعات في بريطانيا، وسنستمر في سعينا لتحقيق الهدف، لأن السوق البريطانية ستبقى موجودة بالطبع. ما نقوم به هو استثمار مستقبلي طويل الأمد، سيعود علينا بالنفع، لأن الآلات الزراعية يتم استيرادها في النهاية. لا وجود لصناعة بريطانية تمتاز بالريادة لدرجة إقصاء المنافسين الآخرين. غير أن القدرة الشرائية للمزارعين البريطانيين على اقتناء التقنيات الحديثة الفائقة ترتبط بمفاوضات خروج بريطانيا وبمقدار الرسوم الجمركية وحجم الدعم. علينا أن نسرع في إيجاد حلول وعدم تأجيل هذه المسائل، فعدم الثقة يؤثر سلبا على جميع الأطراف وخاصة في المجال الاقتصادي. لذلك فإن من المهم بدء المفاوضات الآن، مفاوضات تراعي مصالح بريطانيا أيضا. أعتقد أن البريطانيين تفاجأوا بنتيجة استفتاء خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي، ولقد بدأوا للتو في التفكير بالعواقب. ما الذي يعنيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ ويني والكوت متشائم. لا أشعر بالتفاؤل، سترتفع الأسعار، كما أن البريطانيين يعشقون السياحة داخل القارة الأوروبية وسيتعين عليهم دفع المزيد من المال. الأشياء التي ستتغير لدى البريطانيين بشأن الأسعار وفيما يتعلق بالجمارك والنمو الاقتصادي ككل ستؤثر أيضا على الشركات الألمانية وعلى صادراتها.